الطوفان يباغت التطبيع والأقصى يضع محور المقاومة على المحك. طوفان الأقصى اسم راح ينحفر بذاكرة التاريخ لأنها المرة الأولى اللي تنصدم بيها إسرائيل بهذا النوع المتطور من هجمات المقاومين. شلون فهم العالم هذا الطوفان الغاضب؟ وما هو موقف العراق والعالم العربي منه؟ خلونا نتابع. اللي صار باختصار انه عملية طوفان الأقصى نفذتها حركة حماس بشكل باغت الجميع، وبدت بقصف صاروخي هائل اترافق مع دخول مسلحين فلسطينيين للأراضي الإسرائيلية باستخدام الدراجات النارية والطائرات الشراعية والقوارب، والخسائر بصفوف الإسرائيليين كانت كبيرة جداً، ووصل الرقم رقم القتلى ل600 قتيل وأكثر، إضافة لمئات الجرحى وعشرات الأسرى اللي اعترفت بهم إسرائيل. بالمقابل الهجمات المضادة للدفاع الإسرائيلي بدت باليوم التالي، وتم قصف مناطق عديدة بغزة، وحصيلة الشهداء الفلسطينيين تجاوزت 232 شهيد، وإصابة أكثر من 1700 آخرين. واضح أنه الأرقام في تزايد عند الجانبين، لأنه القصف الإسرائيلي مستمر وعمليات المقاومين مستمرة أيضاً. واليوم ظهراً المجلس الوزار الأمن الإسرائيلي وافق على إعلان حالة الحرب ضد القطاع. بعد العملية أغلب التحليلات ركزت على الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي بتوقع هيج عملية، وقيل إنه هذا يعتبر أسوأ إخفاق استخباراتي من حرب عام 1973، ونادراً ما كانت إسرائيل تفقد السيطرة على مدنها. هواي محللين أكدوا إن اللي سووه الفلسطينيين عمل جريء ومذهل، لا سيما لما استخدموا مئات الصواريخ كمقدمة لاختراق جماعي بنقاط متعددة على طول السياج المني. بالنسبة لردود الأفعال، الرئيس الأمريكي جو بايدن كالعادة أعلن أن واشنطن تدعم إسرائيل، في حين العديد من الدول دعت لعدم التصعيد وحذرت من انفلات الأمور. أما في العالم العربي فهناك تعاطف شعبي واسع مع قطاع غزة، بالوقت اللي كانت مواقف الأنظمة خجولة نوعاً ما، فقط مواقف محور الممانعة كانت قوية، وعلى رأسهم حزب الله اللبناني والحكومة العراقية والقوى العراقية المختلفة وبضمنها فصائل الحشد الشعبي. مسؤول بحزب الله اللبناني بعد ما قصفوا مزارع شبعة قال للفلسطينيين: سلاحنا وصواريخنا معكم. وبموازاة هالشي الحكومة العراقية أكدت الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعت لتحقيق تطلعات الفلسطينيين ونيل حقوقهم المشروعة. ونفس الموقف تقريباً أكدتها القوى السياسية العراقية وهيئة الحشد الشعبي، اللي وصف الطوفان الأقصى بأنه الرد الحاسم والصوت الرافض لكل اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى. الآن نتساءل ماذا عن مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
إلى أين ستنتهي هذه الحرب الشرسة؟ راح تأثر سلباً على مدار الصراع اللي صار عمره أكثر من 70 سنة. كيف ستدعم الدول العربية المقاومين الفلسطينيين، خصوصاً وإحنا نعيش موجة جديدة من التطبيع هالأيام؟ الأهم من هذا كله، منو الخاسر بهاي الحروب ومنو الرابح، وشنو هي الدروس اللي ممكن نطلع بيها منها؟ أسئلة الأيام فقط ممكن تجيب عنها، وإحنا بالانتظار، إحنا دوم بالانتظار. حياكم الله.